لأنت بلما عدد حتى الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب عودي فلزلت لك فدخل معه تحت الكساء لأنت بلما عدد حتى الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب عودي فلزلت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فمن كان ذل سعة ويتبع لذل حسين عليه السلام غدا ولا وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة عنا رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي عمد فدزلت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فقلت عليك السلام يا ابو الحسن يا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رايه تيبتك عنا رايه اخي ابن عمي رسول الله وقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فاحمل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اعتذر لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي فتزلت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم عديت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدر يا رسول الله اتذرني ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بدر قد ارسلت لك فما دخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء بدا برسول الله بترفع الكساء وعن يمين اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل البيت وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمعهم دمي ولمني ما يعلم ويعذرني ما يعذرهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعد لمن عاداهم وعب لمن أحب منا ومني وعلى منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واسحب عنهم الرجس وتأخرهم تأخيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل لملائكتي وسكان سماواتي اني ما خلقت سبعا مبنية ولا ارضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مسية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء
فقال عز وجل عن أهل بيت نبوة وعد الرسالة عن فاطمة وأبوها وفعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال جبريل يا ربي أتدن لي نعبد إلى الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أتدنت لك محمد الأمين جبريل. وقال السلام عليك يا رسول الله علي علي ابن السلام يخصك بتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فقد أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذن لك. فدخل جبرائيل معنا تحت اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي بن فقال علي بن عليه السلام لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوس العادة تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي وتبعني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي حجم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفر من ملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا. فقال علي السلام إذا والله فتنا وفاد شيئتنا ورد بالكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستغفرني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين فيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي بن السلام عدا والله خذنا وتعدنا وكذلك شيئتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله ما شاء الله نرمالي محسن جعفر علی نقوی مالک ان کی توفیقات مضافہ فرمائے مسلسل پانچ دن بارگاہ جناب سید کنیر میں اجر رسالت ادا کر رہے تھے. مولا ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے ساتھ قادر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے.